الظهيرة من الميادين وأبرز ما فيها. الجماعات المسلحة في الغوطة تخرق الهدنة الإنسانية وتتعهد إخراج مسلحي النصرة وعائلاتهم خلال 15 يوما من دخول وقف النار حيز التنفيذ. الجيش الروسي يؤكد ضمانة سلامة المدنيين الراغبين في الخروج من الغوطة، والكريملين يأسف لتجاهل الغرب تجاوزات المسلحين. القوات التركية تواصل قصف عفرين السورية، وأنقرة تنفي كلام البنتاغون عن مباحثات مع واشنطن بشأن خفض التصعيد في المدينة. وزير الخارجية البريطاني يقول قد ندعم شن ضربات ضد دمشق إذا تمكنا من إثبات استخدامه أسلحة كيميائية. طهران تقول لن نجلس على طاولة حوار مع السعوديين طالما يطعنون من الخلف، وإسقاط روسيا لمشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن هزيمة لأمريكا. وفي نافذة على المتوسط مطل على كنيسة الشهداء في مدينة اللاذقية. أهلا بكم. خرقت الجماعات المسلحة اليوم في الغوطة الشرقية لدمشق الهدنة الإنسانية التي أعلنتها روسيا وانتهت قبل نحو ساعة من الآن، واستهدف قذائف المدنيين الخارجين عبر معبر الوافدين فور فتحه لتأمين خروجهم، ما أدى إلى سقوط جرحى مدنيين، وهو ما أكده بدوره الجيش الروسي. وكان قد جرى تجهيز المعبر بمركز طبي وبكل المستلزمات لاستقبال الخارجين. مركز المصالحة الروسي قال إن الجيش السوري التزم الهدنة بالرغم من قصف المسلحين في الغوطة الأحياء السكنية في دمشق. في غضون ذلك برز ما أعلنته فصائل جيش الإسلام وفيلق الرحمن وحركة أحرار الشام في بيان مشترك عن التزامها التام إخراج مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة والقاعدة وكل من ينتمي إليهم مع عائلاتهم من الغوطة الشرقية لمدينة دمشق خلال 15 يوما من بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي. ومن العاصمة السورية تنضم إلينا مديرة مكتب الميادين في دمشق ديما ناصيف. ديما، بداية، هل من رد فعل على هذا البيان الذي خرج من الجماعات المسلحة فيما يتعلق بالموقف من هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة والقاعدة؟ لا، ليس هناك من أي تعليق أو حتى يعني من إشارة إلى هذا البيان. طبعا يعني لن ترد دمشق على بيان للفصائل المسلحة، لكن من الواضح بأن هذا البيان، وخاصة أن اليوم الأول من الهدنة الإنسانية قد انتهى من دون أي يعني إمكانية لخروج مدني واحد على الأقل كما كان يريد الجانب الروسي الذي أعلن الهدنة، بل على العكس قامت المجموعات المسلحة بقصف المعبر وحتى باستهداف المدنيين، كما يعني تواردت الأنباء من مصادر ميدانية من الداخل بأنها يعني استهدفت حتى مدنيين حاولوا الخروج ومنعتهم من الخروج، طبعا ناهيك عن الخوف يعني من إمكانية أن يكون هناك يعني انتقام لأي من العائلات التي ستحاول الخروج. وبالتالي انتهى هذا اليوم. لا نعرف إذا كانت الأيام الأخرى ستكون بنفس الطريقة، ولكن هذا ما يبدو على كل أحوال من رد فعل جيش الإسلام في اليوم الأول لهذه الهدنة. ولا نعرف إذا ما كان أيضا سيعلن عن هدن، يعني عن هدنة يوم غد وبعد غد. يعني ما أعلنه الجانب الروسي يوم أمس هو هدنة فقط لليوم لمدة 5 ساعات، ولكن قبل قليل في المؤتمر الصحفي بين لودريان ولافروف قيل وكأنه هناك هدنة لأكثر من يوم. بكل الأحوال طبعا يعني حتى الفرصة التي أرادتها المجموعات المسلحة التي أطلقت هذا البيان بأن يكون هناك 15 يوما لإخراج النصر
يعني يفهم منه بشكل أو بآخر بأنها مناورة ومحاولة لاكتساب الوقت من أجل إعادة تموضع ربما أو إعادة تحشيد، وخاصة أن هذه الفصائل تعاني من ضغط عسكري نتيجة العملية العسكرية للجيش السوري في القطاع الأوسط، ويبدو بأنها تريد أولا هدنة 15 يوما تدعي فيها أنها ستخرج خلالها النصرة، أيضا تدخل المساعدات الإغاثية والإنسانية كما يقول هذا البيان، تحدثت عن وجود 400 ألف مدني، وهذا أيضا يعني يفترض يعني مضاعفة المساعدات الإنسانية والمبالغة فيها لتدخل، ولكي يكون لديها أيضا مخزون كبير من المساعدات الطبية والإنسانية، وطبعا العدد يعني يفوق الضعف بكثير للعدد الحقيقي للمدنيين الموجودين في الغوطة الشرقية. كل هذه الأمور يعني ننتظر من الجانب ربما الروسي ليقول تعليقه على هذا الأمر بما يتعلق بهذا الطرح الذي تحاول الفصائل المسلحة طرحه عن طريق الأمم المتحدة كما ذكرت في بيانها. الأمم المتحدة، قوافل الأمم المتحدة، أن يكون الوسيط هو المنسق أو يعني المنسق الشؤون الإنسانية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أو حتى آليات تنفيذ هذه الهدنة لإخراج النصرة والإشراف على هذا الإخراج يكون فقط بيد الصليب الأحمر الدولي وكذلك مكتب المبعوث الأممي الخاص للملف السوري ستيفان دي مستورا. وبالتالي هي أيضا تفرض هذا الأمر، وكأنها تضع كل الأمر بيد الأمم المتحدة وتخرج أو تعزل الجانب الرسمي والجانب الروسي من كل هذا الأمر. على كل حال سيكون معنا بعد قليل أيضا الزميل سلام العبيدي ليطلعنا على الموقف الروسي حيال هذه التطورات. شكرا جزيلا لك ديما نصيف، مديرة مكتب الميدين في دمشق. مشاهدينا في روسيا، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن بلاده مستمرة في العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالهدنة في الغوطة الشرقية. وبشأن احتمال تمديد الهدنة الإنسانية، أوضح بيسكوف للصحفيين أن هذا يتوقف على سلوك الجماعات الإرهابية وإن كانت ستطلق النار أو تنفذ أي عمليات استفزازية. المتحدث باسم الكرملين أعرب عن أسفه لتجاهل شركاء روسيا التجاوزات التي ينفذها الإرهابيون في الغوطة الشرقية. من العاصمة الروسية ينضم إلينا مدير مكتب الميدين في موسكو سلام العبيدي. سلام، الموقف موسكو من كل هذه التطورات لا سيما من الطرح الذي طرحته الجماعات المسلحة، هل أصبح متبلورا واضحا أم حتى الآن لا يوجد أي موقف واضح في هذا الإطار؟ ملحم، طبعا يوجد أول رد فعل رسمي روسي على اليوم الأول من الهدنة الذي اعتبر في بيان المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن اليوم الأول تم خرقه من قبل الجماعات المسلحة. ويعني الجانب الروسي بالإضافة إلى الجانب السوري وفروا كل شيء لتنفيذ هذه الهدنة، لكن حسب هذا البيان فإن المسلحين لم يسمحوا لأي شخص بمغادرة الغوطة الشرقية، رغم أنه تم تحضير كل شيء، الباص يعني حافلات النقل جيد، وبالتالي بعد خرق هذه الهدنة والمساعدات الإنسانية طيب يعني سلام بعد خرق هذه ضروري. الهدنة ماذا بشأن الأيام اللاحقة؟ لأنه أيضا روسيا قالت بأن الاستمرار في الهدنة مرتبط بمدى التزام الجماعات المسلحة بتنفيذها وتطبيقها، بعد خرقها ماذا سيكون بالنسبة لمقبل الأيام؟ طبعا في هذا الصدد هناك تصريحات رسمية روسية، وأيضا هناك اتصالات، يعني اليوم وزير الخارجية الفرنسي كان في موسكو وبحث يعني نقاط أربع حول هذه الهدنة، كيفية تنفيذها وتطبيقها في أرض الواقع، وأيضا كانت هناك مواقف من الكرملين حول هذه الهدنة. طبعا هناك 30 يوم كحد أدنى، روسيا بالتأكيد ستلتزم بهذا الحد الأدنى من عدد الأيام 30 يوما، لكن في الوقت نفسه تشير إلى أنها عندما تم يعني التوافق على مشروع القرار الدولي 2401 في مجلس الأمن، فروسيا وضعت شروطا محددة تتعلق بمحاربة الإرهاب، فلذلك هي من هذه الناحية أيضا ستلتزم بهذه الأمور. من جهة تعمل كل ما هو مطلوب في إطار الجانب الإنساني ووقف إطلاق النار، وفي نفس الوقت هي لن توقف
العمليات العسكرية التي تستهدف الإرهابيين تحديدا، وفي مواقع يعني معينة ومرسومة على الخريطة. وأيضا الاتفاق مع الجانب الفرنسي حددت ربما خريطة إضافية لكيفية تفسير هذه الهدنة وكيفية تطبيقها في أرض الواقع. أشرت إليك إلى أن لودريان طرح 4 نقاط سيتم بحثها في موسكو. هذه النقاط تتعلق أولا يعني بأمور تتعلق بالمنافذ، منافذ الخروج، واليوم رأينا أن المسلحين نسفوا هذا الاتفاق فيما يتعلق بخروج من يريد أن يخرج من هناك. والنقطة الثانية تتعلق بإعلان يعني بأن هذه الهدنة يجب أن تكون مع الزمن تنتقل من 5 ساعات إلى 24 ساعة، يعني هدنة مستمرة. لكن هنا روسيا أيضا لديها موقف، وهو أنها لا تريد أن توقف عملياتها العسكرية ضد الإرهابيين وتأهيد الإرهابيين بالتعاون مع الجيش السوري. وأيضا نقطة تتعلق بتقديم المساعدات والإسعافات الطبية للمتضررين. هذا الأمر من قبل الجانب الروسي متاح، وكما رأينا اليوم هناك كانت سيارات إسعاف تناوب عند المخرج، عند المخارج، عند المناطق التي حددت كممر لخروج المواطنين. وأيضا نقطة تتعلق بآلية المراقبة، كيف يتم مراقبة هذه المسألة. هذه المسألة هي أصلا موجودة في نص قرار مجلس الأمن، وروسيا ملتزمة في هذا الموضوع، وتبقى هي مسألة يعني ربما مسائل دقيقة في تفاصيلها. وهذا الأمر يمكن أن يناقش ويمكن أن يبحث، لكن المهم بالنسبة لروسيا اليوم، وهذا ما تقوله موسكو عبر كل مسؤوليها، هي مسألة تتعلق بالتزام الجانب الآخر، وكذلك تخلي الغرب وتخلي رعاة الجماعات المسلحة عن فكرة إسقاط النظام في سوريا وإسقاط دمشق. لذلك هذه المسائل هي مصيرية، وهذه المسائل هي يعني مبدئية بالنسبة لموسكو، ولا يمكن أن يكون فيها على كل حال. وهذه هذه القضايا ستتحدد ربما في الأيام المقبلة، كيفية التعامل من كلا الطرفين مع هذا القرار الدولي. شكرا جزيلا لك سلام العبيدي، مدير مكتب الميادين في موسكو، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا لك. إلى ذلك، أعلن مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة أنها لم تتمكن من إدخال المساعدات إلى الغوطة الشرقية بسبب استمرار المعارك. وقال الناطق باسم المنظمة الأممية في جنيف إن دمشق تعرضت للقصف بعد صدور القرار رقم 2401 القاضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما. المعارك لا تزال مستمرة في الغوطة الشرقية. بحسب تقاريرنا هذا الصباح قصفت الغوطة، وخلال الليلة الماضية قصفت دمشق من الغوطة الشرقية. المعارك أدت حتى الآن إلى مقتل 30 شخصا بينهم أطفال ونساء. الأمم المتحدة حركت عدة قوافل من المساعدات الإنسانية والطبية، ولكننا لم نتمكن حتى الآن من الدخول بسبب استمرار القتال. في هذه الأثناء برز موقف لافت لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الذي قال إن بلاده ستبحث المشاركة في شن ضربات عسكرية على دمشق في حال توافر أدلة على استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين. جونسون قال في مقابلة مع بي بي سي إن الضربة الأمريكية في نيسان أبريل الماضي كانت صائبة. إذا كانت هناك أدلة دامغة على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتم تأكيدها من قبل مكتب التحقيقات الكيميائية، إذا لاحظنا حصول ذلك وتمكنا من إثباته وكان هناك ثمة اقتراح لعمل عسكري يمكن أن يكون لبريطانيا دور مفيد فيه، فإن علينا أن نبحث جديا هذا الأمر من وجهة نظري. في غضون ذلك تواصل القصف العنيف للقوات التركية على بلدة ميدانكي في عفرين وفق ما أفاد به موفد الميادين. وكانت مجموعات مسلحة قد أعلنت السيطرة على كامل الشريط الحدودي بين عفرين وتركيا. في الأثناء أعلنت وحدات حماية الشعب إفشال هجوم للجيش التركي على قريتي سنارة وأنقلة وقتل 7 جنود أتراك، كما أعلنت تدمير مقر للجيش التركي في ناحية جنديرس وإعطاب مدرعة. ومن حلب معنا موفد الميادين علي مرتضى. علي، أبرز التطورات الميدانية على جبهات القتال في عفرين.
يعني ربما هو أبرز تطور ميداني منذ بدء القتال في هذه المنطقة ومنذ بدء الحرب التركية على عفرين، وهو إيصال أو وصل المناطق الحدودية بعضها ببعض وتأمين شريط حدودي لتركيا. كما قلت فإن الأتراك يقولون بأنهم أمنوا هذا الشريط، بينما وحدات حماية الشعب الكردية يعني تنفي هذا الأمر. كل الصراع يدور حول قريتين هما سنارة وأنقلة، وهما الواصلتين، يعني هما الحلقتين الأخيرتين الواصلتين على الشريط الحدودي. ولكن من المهم القول بأن هذا الشريط الحدودي مكون من قرى صغيرة للغاية. القرى الرئيسية الأساسية التي تقع بعد الحدود التركية لا تزال بيد وحدات حماية الشعب الكردية، يعني نتحدث عن جنديرس كمركز مدينة، نتحدث عن راجو أيضا كمركز مدينة، وكذلك الشيخ حديد التي تتعرض للقصف. هذه المراكز الثلاثة هي بالفعل تتعرض لقصف عنيف للغاية من قبل المدفعية التركية ومن قبل الطائرات التركية. هناك تمهيد كبير للغاية باتجاه تلك المناطق واستهدافها بالقذائف وبالغارات، نظرا لطبيعتها العمرانية الكبيرة بالنسبة لغيرها من القرى التي تم السيطرة عليها. وبالتالي تنتظر هذه المناطق الثلاث معركة كبيرة للغاية، لاسيما بأن عمرانة يسمح للقوى المدافعة عنها بأن تستطيع الدفاع عنها بشكل أكبر وبشكل أوسع. هذا بالنسبة للجبهة يعني الحدودية إذا ما أردنا التعبير. هناك أيضا استهداف لميدانكي في الشمال شرق عفرين، وهناك محاولة لإحداث بعض الخروقات وتقليص المسافة بين آخر نقطة يتواجد فيها الأتراك وبين مدينة عفرين. هذا الأمر يحدث في الشمال من شرق ناحية بلبل. هناك العديد من القرى الصغيرة التي تم السيطرة عليها، الشيخ محمدلي وغيرها من القرى، وهناك محاولة للتوسع والاستكمال. لابد من القول بأنه في مقابل هذا المشهد هناك مشهد آخر لدى وحدات حماية الشعب الكردية، وهو استخدام أولا حرب العصابات. لاحظت أنت الفيديو الذي عرضناه على الميادين عن استهداف الآليات العسكرية عبر الكورنت وعبر غيرها من الصواريخ المضادة للدروع، كذلك أعطاب الآليات، ضرب مراكز الجيش التركي عبر سلاح المدفعية أو عبر صواريخ الجراد. يعني هناك حالة من المقاومة الشعبية، حالة شبيهة بحرب العصابات، وأعتقد بأن الكفة ستميل لصالح الوحدات مع الوقت، نظرا إلى اقتراب المعارك من الأماكن المكتظة أولا عمرانيا وثانيا سكانيا، مما يربك القوات المتقدمة، خاصة أن المقاتلين تابعين للوحدات هم أهالي تلك القرى ويعني يعيشون فيها منذ أكثر من 7 سنوات. شكرا جزيلا لك علي مرتضى موفد الميادين، كنت معنا من حلب. في سياق متصل، نفت وزارة الخارجية التركية إجراء أي مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن خفض التوتر في منطقة عفرين بريف حلب شمال سوريا. المتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية هامي أكسوي أشار إلى أن بيان المتحدث باسم البنتاغون أدريان جالواي عن المشاورات التركية الأمريكية بشأن وقف التصعيد في عفرين لا يتطابق مع الواقع. من جهة أخرى، أطلقت السلطات التشيكية اليوم سراح القيادي الكردي صالح مسلم بعد يومين من اعتقاله بناء على مذكرة صادرة عن القيادة أو الداخلية التركية. وتظاهر العشرات من المواطنين الكرد أمام قاعة المحكمة بالتزامن مع القرار. القرار الصادر عن القضاء التشيكي جاء بعد وقت قصير من تأكيد أنقرة أن مبادلتها سجناء تشيك معتقلين لديها لصالح مسلم ليس أمرا واردا على الإطلاق. زوجة مسلم كانت قد قالت إن زوجها قد يكون استدرج لاعتقاله من خلال توجيه دعوة رسمية إليه للمشاركة في أحد المؤتمرات في براغ، ورأت أن لا أساس قانونيا يسمح بتسليم زوجها لتركيا. لماذا سيسلم إلى تركيا؟ ما الأسس التي تسمح بتسليم كردي سوري إلى الحكومة التركية؟ ما التهمة الموجهة إليه؟ زوجي سياسي مدني لا علاقة له بالاستخبارات ولا بالأجهزة الأمنية أو العسكرية، لا علاقة له بكل هذه الأمور، إنه لم يتاجر بالأسلحة، هو مجرد سياسي مدني. يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته إلى العاصمة الجزائرية في مستهل جولة إفريقية. ومن المتوقع أن تشهد زيارة أردوغان توقيع اتفاقيات تعاون تجارية ترفع حجم التبادل بين البلدين من 3 مليارات دولار إلى 10. من جهتها، طالبت أحزاب معارضة الحكومة باتخاذ مواقف حازمة تجاه الدور التركي في سوريا وليبيا. أسامة عبد النور.
إردوغان في زيارة ثانية إلى الجزائر ليومين، زيارة سبقها هذه المرة جدل في الطبقة السياسية ونقاش حاد في أوساط ناشطين ومثقفين بسبب مواقفه تجاه بؤر التوتر. عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية وصف معارضي زيارة إردوغان بالممسوخين واتهمهم بالعمالة لفرنسا. في الجزائر تيار متنفذ فرانكوفوني تابع لفرنسا لا يزال يريد أن يفرض وصايا على العلاقات الدولية للجزائر وخاصة في بعدها العربي والإسلامي، ولذلك هم دائما ينزعجون جدا من أي استثمار أو علاقات أو تعاون بين الجزائر والوطن العربي أو البلدان العربية أو الجزائر والدول الإسلامية. أحزاب أخرى طالبت الدبلوماسية الجزائرية باتخاذ مواقف حازمة تجاه الدور التركي في الأزمة السورية وموقفه السلبي من التوتر في ليبيا. أن تلعب الجزائر دورها في طرح هذا الموضوع على أردوغان لوقف عدوانه الحالي على شمال سوريا أساسا في منطقة عفرين، ووقف دعمه للجماعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها جبهة النصرة. في برنامج زيارة إردوغان اتفاقيات تجارية واقتصادية يطمح من خلالها إلى أن يصل حجم التبادلات إلى 10 مليارات دولار، فتركيا تنافس فرنسا في مشاريع استراتيجية وحساسة في الجزائر وإفريقيا. تركيا يعني لديها ما يقارب 796 شركة تركية عاملة في الجزائر، توظف قرابة 28 ألف موظف وعامل جزائري، وهذا رقم كبير يعني يساهم في خفض نسبة البطالة. جدل سياسي رافق زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر بسبب تباين مواقف الرجل مع ثوابت في الدبلوماسية الجزائرية تجاه الملفين السوري والليبي. أسامة عبد النور، عاصمة الجزائرية، الميادين. هذه النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. حملة أمنية عراقية في البصرة للحد من النزاعات العشائرية. مجددا أهلا بكم. في الميدان العراقي اعتقلت القوات العراقية مفتي داعش سالم مزبان الهيبي ووالي القيارة إدريس الكايد خلال وجودهما معا في قرية الحود بناحية القيارة جنوب الموصل، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية الميادين. وفي كركوك أحبطت القوات الأمنية العراقية هجوما لداعش على قريتي نجاتية والبو محمد، تزامن ذلك مع انفجار استهدف منطقة المصلة في محافظة كركوك، تبعه هجوم مسلح على مقر الجبهة التركمانية في المحافظة. أكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري أن القوات الأمنية ستستخدم القوة إذا تطلب الأمر ذلك للحد من النزاعات العشائرية التي تجري بين وقت وآخر في بعض مناطق المحافظة. القوات الأمنية التي وصلت إلى البصرة بدأت تنفيذ عمليات استطلاعية تمهيدا للبدء بالعملية، وبعدها باشرت تنفيذ عمليات إلقاء القبض على مجموعة من المطلوبين للقضاء العراقي. إلى إيران، حيث أكد ممثل المرشد في قوة قدس التابعة للحرس الثوري الشيخ علي شيرازي أن قوة الولايات المتحدة الحالية لم تعد تقارن بما كانت عليه في الماضي. شيرازي أضاف في تصريح صحفي أن المسؤولين الإيرانيين لن يجلسوا على أي طاولة حوار مع السعوديين ما داموا ليسوا محل ثقة ويطعنون في الظهر، مشيرا إلى أن الرياضة تسعى إلى التفاوض مع طهران بشأن الأزمة اليمنية بهدف كسب مزيد من الوقت في حربها ضد اليمن. روسيا كانت قد نقضت مشروع قرار غربي تقدمته بريطانيا في مجلس الأمن الدولي. مشروع القرار يدين إيران ويتهمها بانتهاك قرار المجلس المتعلق قرارات المجلس المتعلقة بحظر السلاح في اليمن، واعتمد النص الروسي بالإجماع وهو يمدد لفريق الخبراء العامل في اليمن عاما.
لخمس ساعات متواصلة ناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي في مشاورات مغلقة كيفية تمديد ولاية عمل فريق الخبراء المعني بالأوضاع في اليمن. وعندما فشلوا في التوصل إلى صيغة موحدة طرح القرار البريطاني على التصويت، فقوبل بالفيتو الروسي وامتناع الصين. فالمشروع البريطاني يتهم إيران بعدم الالتزام بحظر السلاح في اليمن ويحملها مسؤولية إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية على السعودية من الأراضي اليمنية، مستندا إلى تقرير الخبراء. تقرير طعنت روسيا والصين وبوليفيا بمهنيته واعتبر مسيسا. تجاهلوا مشاغلنا والعبارات المستخدمة في المسودة البريطانية تنطوي على مضاعفات خطيرة مزعزعة لاستقرار المنطقة ككل وليس لليمن وحده، ومن شأنها زيادة التوتر الإقليمي وإدخال لاعبين إقليميين أساسيين في نزاع مسلح. روسيا طرحت مشروع قرار مقابل يكتفي بالتمديد الفني لفريق الخبراء ومن دون تعديل على الولاية، فحظي بإجماع المجلس، لكن الولايات المتحدة لم تخف استياءها من الفشل. اليوم روسيا اتهمت غالبية أعضاء المجلس بمحاولة زعزعة المنطقة بدعم النص البريطاني. هذا شذوذ، لأن الفيتو الروسي لا يخدم سوى دعم جهود إيران لزعزعة المنطقة. وتوعدت الولايات المتحدة بالرد على هذا الموقف الروسي بدون إيضاح كيفية الرد. الفيتو الروسي على مشروع القرار البريطاني أغضب الأمريكيين كثيرا، فقد كانت واشنطن وكما لم تخفي بتاتا تعول على هذا القرار من أجل البناء عليه في خطوات لاحقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نزار عبود، الأمم المتحدة نيويورك، الميادين. مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقتشي رأى أن الولايات المتحدة هزمت من خلال الفشل في تمرير مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن. عراقتشي وصف الاتهامات الأمريكية وتقارير مجلس الأمن وخبراء لجنة التحقيق بشأن إرسال إيران أسلحة إلى اليمن بالمغرضة. بدوره لفت المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان إلى أن انشغال السعودية باليمن ليس قرار الرياض وحدها، فهي تمارس دورا في لعبة إسرائيلية أمريكية يمكن أن تكون نتيجتها تقسيم السعودية في السنوات المقبلة. انعدام الاستقرار في اليمن أدى إلى نتائج مؤسفة، فنحن لا نسمع عن تحركات للقاعدة وداعش في القسم الشمالي لليمن حيث أنصار الله، لكن في القسم الجنوبي حيث تصول السعودية والإمارات وتجولان بدعم من بريطانيا وأمريكا انتشر الإرهاب وبات هناك خطر يهدد اليمن والمنطقة. وعدوان السعودية لثلاث سنوات على اليمن تسبب بتجمع إرهابيي القاعدة وداعش من غرب آسيا وبوكو حرام والشباب من شرق أفريقيا في هذه المنطقة. عبد اللهيان أكد أن بلاده تدعم الحل السياسي في اليمن، وشدد في مؤتمر صحفي على أن إيران تدعم حركة أنصار الله وحلفاء سياسيا ومعنويا في إطار تثبيت الاستقرار. بريطانيا أعلنت منذ البداية أنها تدعم العدوان السعودي على اليمن استخباريا، وهي تقف على نحو خفي خلف التطورات في البحرين واليمن. المسؤولون الإيرانيون كذبوا مرارا الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بأنهم يرسلون الصواريخ إلى أنصار الله. وأنا سمعت من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السابق إلى اليمن مرارا أن الأسلحة الموجودة في اليمن يفوق عددها عدد سكان اليمن بأربع مرات. هذه الأوضاع هي بسبب السلوك العدائي للسعودية تجاه اليمن. عبد اللهيان شدد على أن بلاده لديها برنامج للقضاء على إسرائيل خلال 25 سنة. ما جرى في الغوطة الشرقية يعود إلى أن الحكومة السورية اتخذت قرارا بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية وأسقطت طائرة إسرائيلية معادية. تغير المعادلة أخاف الإسرائيليين، ما دفع ببعضهم إلى القول إن الأمر مجرد حادثة، لكنهم يعرفون تماما أن ذلك قرار استراتيجي اتخذته الحكومة السورية بمواصلة تطهير سوريا من الإرهاب والرد على الاعتداءات الإسرائيلية بحزم. هذا الأمر دفع الإسرائيليين لإصدار أوامرهم إلى حليفتهم الإرهابية جبهة النصرة وفق اتفاق مكتوب بينهما لزعزعة أمن العاصمة دمشق بهذا
بهدف إشغال المسؤولين السوريين وتوفير الأمن لإسرائيل من داخل سوريا عبر جبهة النصرة. وينضم إلينا من طهران مراسل ميادين حازم كلاس. حازم، يبدو أن إيران تعتبر عدم استطاعة الإدارة الأمريكية تمرير هذا القرار عبر بريطانيا بأنه انتصار جديد لها. بالتأكيد يعني ملحم، إيران تنظر إلى هذا الموضوع على أن بريطانيا تحاول استغلال أو كانت تحاول استغلال الأدوات الدولية ومنها مجلس الأمن الدولي لحرف الأنظار باتجاه آخر تماما وباتجاه مسار مختلف. وهذا ما كان قد أعلنه قبل قليل يعني التعليق الرسمي، البيان الرسمي للخارجية الإيرانية، والذي انتقد دور عدد من الدول ومن بينها بريطانيا وفرنسا وأمريكا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي يوم أمس. وقال بأن الحل في اليمن يكمن في وقف الاعتداء أو العدوان السعودي على اليمن وفي بدء الحوار وإيصال المساعدات الإنسانية. وجددت إيران مجددا التأكيد والنفي بأنها لا ترسل ولم ترسل أي أسلحة إلى اليمن، وكان هذا واضحا خلال الكلام الذي تحدث به عبد اللهيان قبل قليل، وأيضا تصريحات كافة المسؤولين الإيرانيين بأن إيران تدعم أنصار الله سياسيا ومعنويا، وتدعم حل الأزمة اليمنية، وتدعم جلوس الفرقاء اليمنيين إلى بعضهم البعض في إطار حوار وطني يمني يمني، وأن الخطوة الأولى لحل الأزمة اليمنية تكمن في وقف العدوان السعودي كما تقول طهران. طيب، كلام مهم لممثل المرشد الإيراني في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الشيخ علي شيرازي. حازم، في اتجاه السعودية، يعني لماذا الآن هذا الكلام؟ هل هو تصعيد جديد باتجاه السعودية؟ كيف يفهم إيرانيا هذا الكلام باتجاه السعودية، خاصة فيما يتعلق بالحديث عن أن السعودية تطعن في الظهر؟ نعم ملحم، يعني يجب فهم أو إيرانيا يعني يفهم هذا الكلام بالنسبة للإيرانيين وبالنسبة لمتابعين السياسة الإيرانية، يجب أن يفهم في سياقه بالضبط. كلام الشيخ شيرازي جاء ردا على سؤال حول احتمال أو إمكانية الحوار إيرانيا سعوديا حول الملف اليمني. في هذا الموضوع قال الشيخ شيرازي أن السعودية تطعن في الظهر، لذلك لا نجلس إليها للحوار حول الملف اليمني. وهذا يأتي استنادا إلى تجربة إيرانية مع السعودية في هذا المجال. نفسه يعني المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمين عبد اللهيان كان سابقا قد كشف أنه عندما كان مساعدا لوزير الخارجية كان هناك، رغم أن العلاقات كانت مقطوعة مع الرياض بين طهران والرياض، كان هناك طلب سعودي من طهران بالتوسط لحل الأزمة اليمنية من أجل إجراء مباحثات سرية بين السعودية وأنصار الله في اليمن. ولكن السعودية وبعد موافقة إيران على البدء بهكذا خطوة، السعودية طعنت في الظهر ورفضت. يمكن فهم تصريحات الشيخ الشيرازي في هذا الإطار. وإلا أشكرك. فإن السياسة الإيرانية تدعو إلى الحوار، وكان هذا واضحا من خلال الدعوة المتكررة والدائمة لوزير الخارجية الإيراني لبدء حوار، خاصة من خلال مجمع حوار خليجي مع إيران. شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل الميادين في طهران، شكرا لك. قال القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان إن على جميع القادة الفلسطينيين الاعتراف بأنهم أخطأوا في حق الشعب الفلسطيني، واصفا العلاقات الداخلية الفلسطينية بالمأساة. وفي مقابلة مع قناة تن المصرية قال دحلان إنه لا يسعى لأن يكون بديلا لأحد، بل يجب تأليف حكومة واحدة تحت قيادة واحدة. دحلان أشار إلى أن على السلطة الفلسطينية أن تتمكن في الضفة أولا ثم في قطاع غزة. بصراحة لو قرأنا في التاريخ البشري وفي نماذج الحكومات المتعاقبة، أنا لم أرى حكومة مهما كانت فاسدة ومتطرفة ويمينية وفاشلة وفاشية تعاقب شعبها كما يحدث في قطاع غزة اليوم
من قبل السلطة في رام الله. هذا لا يعني أن حركة حماس لم تخطئ، حركة حماس أخطأت خطأ كبيرا بالانقلاب، ولكن أنت كمسؤول أبوي للشعب الفلسطيني، أنا أفترض أن المسؤولية الأخلاقية والأبوية والوطنية تحتم على أبو مازن ألا يناكف في التفاصيل، بل يستوعب الكل الوطني، لأن الخطر داهم ليس على قطاع غزة أو رام الله، أو الخطر داهم على كل الشعب الفلسطيني. دحلان أضاف أنه يجب محاكمة من يعطل الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وطنيا وشعبيا، ولا سيما بعدما اعترفت إسرائيل بأن أكبر إنجاز هو انقسام الضفة عن غزة. دحلان وصف العلاقات الداخلية الفلسطينية بالمأساة، داعيا الرئيس محمود عباس إلى التوقف عن سياسة التفاوض. بالتالي النقطة المركزية اليوم هي الوحدة الوطنية، وهي أهم وأقدس من أن نذهب إلى مفاوضات فاشلة أو أن نلهث خلف سراب على مدى 13 عام. أبو مازن ذهب خلف سراب من سنة إلى أخرى، لا نلومه على ذلك. إحنا مسامحين على 13 سنة ضاع من تاريخ الشعب الفلسطيني، لا قاومنا صح، والأولوية الأهم هي ألا ينظر إلى قطاع غزة على أنه مخزون في محرقة لتصفيات سياسية داخلية أو لمزاج شخص هنا أو هناك. ومعنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحام. ناصر، كيف قرأت هذه التصريحات لمحمد دحلان داخل حركة فتح وأيضا داخل السلطة الفلسطينية؟ صمت وتجاهل متعمد، لا يوجد أي رد في رام الله بتاتا تجاه هذا الموضوع، باعتبار دحلان ظاهرة خلافية كبيرة داخل القيادة الفلسطينية، تم الذهاب بها نحو فصله من الحركة، وبالتالي كان هذا الصمت المتعمد وعدم الرد. لكن هذا يقودنا إلى حديث دحلان، يقودنا إلى مستوى الأزمة التي وصلت إليها الأوضاع في قطاع غزة، مستوى غير مسبوق أبدا لدرجة التفكير في الحلول على الهواء مباشرة. القادة والأحزاب وقيادات الأحزاب تخرج على الهواء وتفكر بصوت عالي بشكل علني علها تجد حلا لقطاع غزة. الأزمات في قطاع غزة تتوالد تولد نفسها، ومن أزمة إلى أزمة أكبر، ما يجعل المواطن يضيق ذرعا. على كل حالة من الأحوال، حماس كانت من قبل أعلنت بأنه دحلان ليس خيارها، وبالتالي الأزمة تلف حول نفسها باتجاه أنه هناك مخطط أمريكي صهيوني يتم تنفيذه على الأرض، لكن الفلسطينيين لم يستطيعوا بعد الخروج من شرنقة الخلافات التي تعصف به. أشكرك جزيل الشكر ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة. أجرت الرياض تغييرات واسعة في مناصب عسكرية قيادية شملت رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادتي القوات الجوية والبرية، في خطوة تأتي قبل نحو أسبوعين من دخول الحرب السعودية في اليمن المجاور عامها الرابع. التفاصيل في التقرير التالي. يبدو أن ولي العهد السعودي ماض في خطته لإجراء تغييرات واسعة داخل المؤسسة الحاكمة في السعودية لتثبيت سلطته وإبعاد المعارضين له من داخل العائلة المالكة، خطة سبق أن عدتها صحيفة The Times لعبة خطيرة تتمثل في حملة تطهير شعبوية. جديد فصول حملات ABS منذ توليه منصب ولي العهد منتصف العام الماضي تحول عسكري. قد لا يكون صدى هذا التحول مزلزلاً كحملة توقيف الأمراء وأعيان المملكة بتهمة الفساد، إلا أنه يعد إحدى أهم الخطوات التي قد تثبت سياسة ولي العهد الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية. بطلب من الأمير الشاب، قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إنهاء خدمات رئيس هيئة الأركان العامة الذي قاد عملية عاصفة الحزم، الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله البنيان، ليعين مكانه نائبه. التحول العسكري شمل أيضا قادة الدفاع الجوي والبري. الملك أقال الفريق الركن محمد بن عوض بن منصور سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وقائد القوات البرية، الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز السعود من منصبهما. وفي وثيقة تحمل عنوان تطوير وزارة الدفاع، عين قائدان جديدان لقوة الصواريخ الاستراتيجية والقوات الجوية.
وتأتي القرارات العسكرية للسعودية مع قرب دخول حربها على اليمن عامها الرابع، وفي خضم تحول اقتصادي واجتماعي متسارع تشهده المملكة التي تحاول الخروج من أزمتها الاقتصادية منذ تراجع أسعار النفط عام 2014. والآن إلى فقرة الاقتصاد مع الزميل عبد الله ظاهر. أهلا بك عبد الله. مساء الخير ملحم. تفضل. شكرا. أهلا بكم. أصدرت المحكمة العليا الأوروبية حكما يستثني المياه الإقليمية أمام سواحل إقليم الصحراء الغربية من اتفاق الصيد القائم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وكان الناشطون قد أقاموا دعوى أمام إحدى المحاكم البريطانية لإلغاء اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي باعتبار أنه لا يضمن استفادة الصحراويين من الأموال التي يحصل عليها المغرب مقابل السماح لسفن دول الاتحاد الأوروبي بالصيد في هذه المياه. أكد وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني أن منتجي النفط يسعون إلى الاستقرار السوق، وأعلن أنهم سيلتقون في الرياض خلال نيسان أبريل لمناقشة الجهود الجارية لكبح الإنتاج بهدف دعم الأسعار. وأثناء زيارة إلى تونس قال قيتوني إن مسألة الاستقرار لا تقتصر على السعر ولكن أيضا على التوازن بين المنتجين والمستهلكين. وأوضح قيتوني أن اجتماع الرياض سيخصص لمناقشة السياسة النفطية ضمن موقف مشترك لتحديد الخطوات اللاحقة. على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر، وقع مسؤولون من البلدين 7 اتفاقيات شراكة وتعاون تشمل قطاعات السياحة، المحروقات، الثقافة، الفلاحة، الطاقة، العمل والعمل الدبلوماسي. التوقيع تم بحضور رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيا والرئيس التركي، إضافة إلى عدد من وزراء البلدين. وكانت أبرز الاتفاقيات مذكرة التفاهم والتعاون بين الشركة الجزائرية سوناتراك والشركة التركية بوتاس في مجال الطاقة والمحروقات. أعلنت هيئة الاستثمار السعودية عن تغيير في الرخص الممنوحة للمستثمرين الأجانب ينص على تجديد هذه الرخص كل 5 سنوات بعدما كانت تجدد سنويا في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. وأشارت هيئة الاستثمار إلى فتح مكاتب عالمية في 8 دول تعنى بقطاعات استثمارية مختلفة تغطي القطاعات الاقتصادية المهمة لرؤية عام 2030. هذا وتتوقع السعودية عجزا بقيمة 52 مليار دولار في الموازنة العامة لهذا العام، وذلك للعام الخامس على التوالي. أعلن وزير الطاقة الإيراني رودا أركاديان أن بلاده تعول على حصول نتائج إيجابية في المحادثات حول الاتفاق بشأن مناطق التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وأمل أركاديان بعد اجتماع اللجنة الحكومية الأرمنية الإيرانية المشتركة الحصول على نتائج جيدة من المحادثات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أسرع وقت. وتدعم العاصمة الأرمينية المحادثات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران والهادفة إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة. ويضم الاتحاد الأوراسي دول روسيا، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان وقرغيزستان. المديرة العامة للصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أبدت تفاؤلها بحالة الاقتصاد العالمي وأنه يبدي مظاهر نمو واسع النطاق، محذرة من أن الصورة العامة قد تتغير مع زيادة مخاطر النزاعات التجارية وتطبيع السياسات النقدية والتغيرات التكنولوجية. وخلال مؤتمر للصندوق في جاكرتا توقعت لاغارد أن يبلغ معدل النمو العالمي خلال العامين الحالي والمقبل نحو 3.9%، وهو ما يعني الإبقاء على التوقعات السابقة من دون تغيير، لكنها أعلى من نسبة 3.7% والمسجلة العام الماضي. التقلبات الأخيرة في أسواق المال العالمية كانت بمثابة تذكير بالتحول في الأساسيات الاقتصادية، وربما تنجم عن ذلك تغييرات في السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما سيكون له آثار غير مباشرة عبر العالم وعلى الاستقرار المالي وتقلبات التدفقات الرأسمالية. لكن من غير الواضح كيف سيؤثر التحول في دول أخرى وشركات ووظائف وأرباح، وهنا على وضع السياسات النقدية توخي الحذر. نكتفي بهذه الأخبار الاقتصادية في الظهيرة. نشكر لكم حسن المتابعة. 5:30 هو الموعد مع الاقتصادية المفصلة. أعود إليك ملحم. عبد الله شكرا لك. شكرا.
كنيسة الشهداء في مدينة اللاذقية واحد من معالم المدينة العريقة التي تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي، كنيسة مثلت محطة أساسية في تاريخ المسيحيين الأرمن في البلاد، نافذة مدن على المتوسط لمجد ليلى. في قلب أحياء مدينة اللاذقية القديمة تقبع كنيسة شهداء الأرمن، وبجوارها حي كيدون الأرمن بتسميته المحلية. الكنيسة معلم تاريخي، وشكلت مع الحي جزءا من حياة أرمن سوريا في أهم محطاتهم التاريخية. الكنيسة التي بنيت في القرن الثالث عشر الميلادي شكلت محطة رئيسية لقوافل حجاج الأرمن إلى القدس قديما، ففي بهو الكنيسة وقاعاتها العديدة استقرت مئات القوافل على نحو مستمر، الأمر الذي رسخ رمزية المكان وأهميته الروحية. كنيسة شيدت بالقرن المنتصف القرن الثالث عشر، كانت محج أو مركز لاستقبال الحجاج من أرمينيا والمناطق المتاخمة لأرمينيا بطريق إلى القدس للحج. في الحي المجاور للكنيسة منازل صغيرة متلاصقة استقبلت مئات العوائل الأرمنية التي هجرت من بلادها بسبب المجازر العثمانية بحق الأرمن. حي حافظ سكانه على ترتيب منازله وأزقته، فشكل مستقرا رئيسيا لهم حتى يومنا هذا. يعني من قديم لهلا ما تغير شيء، مثل ما هو ما تغير شيء ابدا، بس غير البيوت، بيوت غير، في منهم هدوا في منهم ما هدوا. ليك انا مثل بيتي، انا قديم قديم كثير. هلا كل كيدون هلا ما في اقدم منه، ما في. كيدون الارمن واحد من معالم اللاذقية الاساسية، فهنا سجلت آلاف القصص التي عاشها مسيحيو سوريا من الأرمن، قصص بقيت محفوظة في ذاكرة ساحات هذه الكنيسة وأزقة الحي الملاصق لها. كثيرة هي الحكايات التي مرت على حجارة هذه الأزقة، حكايات بدأت باستقبال حجاج القدس قديما وحماية عوائل الأرمن أيام المجازر، واليوم حافظت على نفسها وسكانها شاهدا على تاريخ حافل مر على اللاذقية. مجد ليلى، اللاذقية، لقناة الميادين. الآن إلى الرياضة وعبير الذوادي. أهلا بك يا عبير. شكرا لك ملحم. تفضلي. أهلا بكم. في الدوري الألماني فرض أوكسبورغ التعادل بهدف لمثله على مضيفه بروسيا دورتموند في الجولة الرابعة والعشرين. تقدم أصحاب الأرض حمل توقيع ماركو رويس في الدقيقة السادسة عشرة، لكن الضيوف أدركوا التعادل في الشوط الثاني عبر كيفين دانسو. التعادل وضع حدا لسلسلة انتصارات بروسيا الثلاثة الأخيرة ليعزز موقعه في المركز الثاني ب 41 نقطة بفرق 19 نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر. من ناحيته بات رصيد أوكسبورغ 32 نقطة في المركز الثامن. موسم كينغسلي كومان ينتهي مع بايرن ميونخ بسبب الإصابة وسط تخوف فرنسي من عدم جاهزيته قبل مونديال روسيا 2018. كومان خضع لعملية جراحية بسبب انقطاع جزئي في أربطة كاحله بعد إصابته بالتواء في الكاحل خلال مباراة بايرن ميونخ مع هيرتا برلين السبت الماضي. إصابة كومان تتطلب شهرين للعلاج، ما مثل ضربة قوية لبايرن الذي يعتمد على النجم الفرنسي الواعد بصفة أساسية هذا الموسم.
فرحة باريس سان جيرمان لم تدم طويلا بعد الفوز على مارسيليا بسبب إصابة نيمار. النجم البرازيلي تعرض لإصابة في مشط قدمه اليمنى ما سيجعله يغيب 3 أسابيع عن الملاعب بحسب التقارير الصحفية. هذا ويبحث الجهاز الفني عن أفضل بديل لنيمار في ظل الشكوك في احتمال مشاركته أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. في إسبانيا يسعى ريال مدريد إلى الاستمرار في الانتصارات المتتالية حين يحل ضيفا الليل على إسبانيول في الجولة 26. المدرب زين الدين زيدان يؤمن بقدرات لاعبه لويزي غارث بيل بعد عودته من الإصابة وتسجيله هدفا في المباراة السابقة على أن يشارك إلى جانب كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما. الغياب سيشمل توني كروس ولوكا مودريتش ومارسيلو بسبب الإصابة. الملكي سيحاول نيل النقاط 3 لتعزيز موقعه في المركز الثالث وتقليص الفارق مع أتلتيكو مدريد المتقدم عليه ب7 نقاط. التغني بأداء زين الدين زيدان أتى من زميله السابق في ريال مدريد راول غونزاليس. قائد نادي الملكي السابق أشار إلى أهمية بقاء زين الدين زيدان على رأس الجهاز الفني بعدما قاد الفريق إلى الانتصارات المحلية والقارية. راول يتوقع تأهل الريال إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن مواجهة باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية ستكون الأهم هذا العام على حد تعبيره. النجم الإسباني رفض حصر خطورة الفريق الباريسي بنيمار وإيدنسون كافاني على اعتبار أن التشكيلة تضم أسماء في غاية الأهمية مثل فيراتي وديماريا. الأردن تحافظ على صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزها على سوريا في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة. منتخب الأردن جدد فوزه على شقيقه السوري في صالة الأمير حمزة وأنهى المباراة بسهولة ب87 نقطة مقابل 62. المنتخب الأردني رفع رصيده إلى 8 نقاط بعد فوزه في مبارياته الأربع على التوالي، متفوقا على لبنان الثاني ب7 نقاط، فيما احتلت سوريا المركز الثالث برصيد 5 نقاط. وتذيلت الهند المجموعة برصيد 4 نقاط. في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين واصل هيوستن روكيتس صدارته للمنطقة الغربية بعد فوزه على مضيفي يوتا جاز ب96 نقطة مقابل 85. نجم روكيتس جيمس هاردن حمل على عاتقه قيادة فريقه إلى الفوز بعد تسجيله 26 نقطة مع 11 متابعة، وأضاف لوكمبا 17 نقطة. ومن جانب أصحاب الأرض أحرز رودي كوبرت 17 نقطة وأضاف ميتشل دونافان 16 نقطة من دون أن يجنبا فريقهما الخسارة 30 لهذا الموسم. Over that wingspan. By here in the second half, as you mentioned, the Rockets' defense has been much improved. Open corner three for Ingles, and he gets one to go. That's his Rockets. إلى عالم الكرة الصفراء، حيث تغلب الأمريكي رايان هاريسون على مواطنه جون إيسنر بمجموعتين من دون مقابل في الدور الأول لبطولة المكسيك المفتوحة للتنس. هاريسون تأهل إلى الدور الثاني بعد أن أنهى اللقاء بمجموعتين بواقع 6-3 و7-6. هاريسون ضرب موعدا مع الفائز من مواجهة الأرجنتيني دييغو شوارتزمان والإسباني فرناندو فارديسكو. نهاية موجز أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، والآن عودة إياكم إلى الزميل ملحم ريا. عبير شكرا جزيلا لك. مشاهدينا في نهاية النشرة هذا تذكير بعناوينها. الجماعات المسلحة في الغوطة تخرق الهدنة الإنسانية وتتعهد إخراج مسلحي نصرة وعائلتهم خلال 15 يوما من دخول وقف النار حيز التنفيذ. الجيش الروسي يؤكد ضمانة سلامة المدنيين الراغبين في الخروج من الغوطة، والكرملين يأسف لتجاهل الغرب تجاوزات المسلحين. القوات التركية تواصل قصف عفرين السورية، وأنقرة تنفي كلام البنتاغون عن مباحثات مع واشنطن بشأن خفض التصعيد في المدينة. وزير الخارجية البريطاني يقول قد ندعم شن ضربات ضد دمشق إذا تمكنا من إثبات استخدامه أسلحة كيميائية. طهران تقول لن نجلس على أي طاولة حوار مع السعوديين ما داموا يطعنون من الخلف، وإسقاط روسيا مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن هزيمة لأمريكا. وأطلينا في نافذة على المتوسط على كنيسة الشهداء في مدينة اللاذقية.
لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. بعد قليل موجز لأهم الأخبار. دمتم بخير.